بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتورة ندوة عبد العال نوار، أستاذ بكلية العلوم قسم الكيمياء جامعة المنصورة، المرشحة لرئاسة الجامعة إن شاء الله. يسعدني حقيقي إن أنا أعرفكم بنفسي، إن أنا من مواليد محافظة الدقهلية من مدينة المنصورة، أو بمعنى أصح من قرية بسيطة اسمها جديلة بس انضمت لحيز المنصورة. مواليد 57 أغسطس 57، حصلت على بكالوريوس العلوم سنة 79 ودكتوراه الفلسفة من جامعة ليفربول بإنجلترا سنة 89، وتعينت أستاذ بالجامعة من 2001. لو جيت أتكلم عن نفسي حقيقي بيبقى صعب شوية، ولكن ضروري أركز على بعض المهام اللي أنا قمت بيها. سافرت بعد الدكتوراه مهمتين علميتين بمنحة خاصة من البريتش كونسل اللي هي المركز الثقافي البريطاني سنة 91 و95، وهيئة فولبرايت ادتني منحة برضو في جامعة تكساس وأستاذ زائر بيها 95 و96. وسافرت برضو عديد من الزيارات العلمية سواء إنجلترا أو فرنسا أو النمسا أو إيطاليا أو اليونان أو سلوفاكيا، وكل دول كانوا بتمويل من الاتحاد الأوروبي تبع برامج أحيانا التيمبس، وبعض الأحيان بيبقى زيارات تبادلية. برضو زرت بعض الدول العربية مثل قطر والأردن والمغرب من خلال مشاركتي في مؤتمرات أو في ورش عمل أو برضو في مدارس علمية. الأبحاث والمؤتمرات نشرت حوالي 52 بحث في مجلات دولية ولها امباكت فاكتور عالي، معظمها حقيقة أو نقدر نقول الأغلبية العظمى أمريكا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا واليابان طبعا ومصر في بعض الأحيان، من خلال المشاركة في المؤتمرات اللي قمت بتنظيمها أو المشاركة في بعض المؤتمرات اللي كنت بشارك فيها في جامعات أخرى داخل جمهورية مصر العربية. أشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ونظمت برضو وشاركت بإلقاء العديد من المحاضرات سواء في المؤتمرات العلمية كما ذكرت أو في بعض المحاضرات الغير تخصصية عن حقوق وواجبات الطالب الجامعي من خلال نشاطاتي مع الطلاب ودور الفتاة الجامعية، وده كان خلال الجامعة كنشاط، وبرضو توعية عن قيمة المشاركة في التنمية المتكاملة للقرية المصرية، وده من خلال مشروع شروق وكانت الجامعة المنصورة مشاركة فيه سنة تقريبا 97-98. من خلال المؤتمرات مؤخرا حقيقي نظمت مؤتمر كان مع هيئة فولبرايت وبصفتي رئيسة الدائرة العلمية لهيئة فولبرايت، وده كان بمدينة البحث العلمي والتكنولوجيا، وحضرها ممثلين من 17 جامعة ومركز بحثي، وبعتبر ده كان من أهم المؤتمرات اللي قمت بتنظيمها أو شاركت فيها، ولأنه كان بيحط خريطة مصر في المشاكل الكبرى فيها، وده كان في شهر يوليو الماضي فقط عن مشاكل المياه والقمح والطاقة. حاليا برضو بننظم احتفالية بصفتي عضو في اليوم العالمي للكيمياء على المستوى المصري وعلى المستوى برضو الاتحاد الأوروبي، لأن حاليا مختارين يكون جيست إديتور مشارك بأن أنا أكتب أرتكل أو نبذة عن مصر والدور اللي قامت بيه في مجال الكيمياء خلال العام الدولي اللي هو اليونسكو والأيوباك شاركوا فيه أو منظمينه على مستوى العالم. ليا بعض الكتب والمترجمات والنشاطات داخل الجامعة، شاركت في ترجمة استراتيجية جامعة المنصورة وكتاب جامعة المنصورة الذهبي، وبرضو كان في كنت أحد المحكمين واللي أبدوا نظرة قوية في كتاب ونظرة شاملة عن التعليم العالي والدارسين اللي بيسافروا للولايات المتحدة الأمريكية وتحت رعاية بعض الجهات الرسمية. في مشروعات دولية شاركت فيها زي مشروع تيمبس ومشروع شروق، وحاليا برضو قدمت برنامج متميز عن الكيمياء الصناعية وجاري تحكيمه، وأأمل أن أنا أحصل عليه قريبا إن شاء الله من الجامعة. في مهام إدارية، أنا كنت مديرة مركز اللغة الإنجليزية للجامعة والحمد لله شاركت برضو في تنميتها، وسكرتير عن نادي أعضاء هيئة التدريس وسكرتير أو عضو مجلس إدارة نادي النيل، وأسست جمعية شبابية بتسمى شباب بلا حدود ولها أنشطة كتير. الجوائز حصلت على جائزة عبد الحميد شومان وجائزة الجامعة المنصورة التشجيعية، وطبعا في مشاركات كتيرة يعني إن شاء الله ممكن تفتحوا على النت تقدروا تاخدوا صورة كاملة عنه. زملائي وزميلاتي، يعني أتمنى إن التجربة الديمقراطية اللي بنخوضها دلوقتي في جامعة المنصورة أو على مستوى الجامعات المصرية بتحملنا مسؤولية عظيمة حقيقي أمام مصر كلها وأمام الزملاء خاصة هنا في جامعتنا، لأنها تجربة فريدة وكل منتظر نتيجتها. وأتمنى حقيقي إن أنا بصفتي سيدة
لان ده كان ليا سؤال كل حد سواء من داخل الاسره او من خارجها في مجتمع الجامعه يقولوا لي ليه قررتي خوض تجربه الرئاسه والانتخابات؟ قلت لهم وليه لا؟ لان المراه بتمثل نسبه كبيره جدا من المجتمع الجامعي، وكاعضوات هيئه التدريس بنمثل ما يقرب من 40% من العمل الجامعي، فليه ما يكونش في مرأة ترأس هذا الصرح العظيم في فترة من الفترات؟ وأعتقد إن ليا رؤية في هذا، وإن شاء الله ربنا هيوفقنا في هذا المجال إن شاء الله. التنافس الشريف عموما هو اللي هيقدر يحكم في الآخر على الشخص اللي يقدر إن شاء الله يوصل لهذا المكان، ونأمل إن هو يرفع صرح الجامعة ويبقى في مزيد من التقدم، لأن بأمانة إن الهدف الرئيسي من الترشيح هو القيام على خدمة جميع من ينتمون إلى هذه المؤسسة العريقة، سواء من العاملين عموما، سواء الزملاء، أعضاء التدريس، معاونيهم، عاملين في الجامعة طبعا، والعدد الأكبر من الطلاب اللي بيشكل الاهتمام الكبير من كل اهتماماتنا إن شاء الله. حقيقة المرحلة الكبيرة بتشكل تحديات كتيرة جدا، ولابد إنها تعتمد على العامل البشري، لأن لا يمكن إنسان هيقدر ينجح بمفرده، فلابد يكون المشاركة جماعية علشان أقدر إن أنا أنجح في التخطيط اللي إحنا هنسلكه. طب هسلك الطريق إزاي؟ حقيقة أنا حطيت لنفسي شعار هيا بنا نسلك الطريق إلى العالمية، دي رؤيتي بتتركز في هذا المعنى، بمعنى إن أنا عايزة أوصل بجامعة المنصورة في خلال السنوات القادمة قريبة إلى العالمية. طيب لو جينا نبص هتبقى على أساس إيه؟ على أساس ثلاث محاور رئيسية: العمل الجماعي زي ما أشرت، الاستفادة من الخبرات والطاقات الشابة، إلى جانب استلهام الطريق اعتمادا على خبرة وحكمة كبار الأساتذة. وطبعا أنا النهاردة في الوضع اللي أنا فيه وبتكلم معاكم منه ده ثمرة من ثمار 25 يناير اللي أعطت مثالا فريدا للعالم، وده لمسته بنفسي سواء في سفرياتي الخارجية، ومؤخرا كان في شهر مايو في براتسلافا في سلوفاكيا، لما كل الدول الاتحاد الأوروبي المشاركين كانوا تقريبا 27 دولة أوروبية غير أمريكا وكندا وأستراليا، وأنا بتكلم عن مصر حقيقي كان في إجماع إن هم عايزين يمدونا بكل السبل والإمكانيات اللي ممكن تحسن الوضع عندنا وتبني جامعة محترمة وتوصل للعالمية زي ما أشرت. عشان أقدر أوصل لهذا لابد إن أنا أعرف إيه السمات اللي هي تجمع عليها الجامعة العالمية دي. أولاً أعضاء هيئة تدريس متميزون، ثقافة التميز والتعلم المنظم، الشراكة الذكية مع الصناعة وغيرها من أصحاب العلاقة المعنيين، سمعة ومصداقية نموذجية، توافر المصادر المالية والتجهيزات الجيدة داخل الجامعة، استقطاب الطلاب المتميزين في الجامعة. طيب أقدر إزاي أنا أحدد هذه الرؤية وأقدر إن أنا أوصل للترتيبات بتاعتها؟ أول حاجة على الإطلاق قبل ما أقول المحاور اللي أنا هركز شغلي عليها، لابد يكون كل المحاور اللي هعمل عليها هم 9 محاور رئيسية، إلى جانب بعض البنود أنا خليتها بنود مستقلة لسبب، لأن دي مسؤولية الإدارة ويرأسها رئيس الجامعة، وهي السعي وراء تشريعات استقلال الجامعة، لأن ده من على رأس الأولويات والبنود اللي طالبناه بيها كأعضاء التدريس وعانينا منها سواء كأساتذة أو كرؤساء جامعات سابقين سبقونا في هذا المكان. فلابد من التغيير يتم والإسراع به علشان أقدر أحصل وأضمن على الاستقرار الإداري والمالي والأكاديمي، وبالتالي تنطلق الجامعة زي ما قلت في المحاور اللي هنشتغل عليها. الحاجة التانية، اللوائح اللي موجودة حاليا والقواعد والإجراءات عقيمة جدا، ولابد إن احنا نبدأ نعمل نظام داخلي للمتابعة والمراجعة المستمرة لجميع اللوائح اللي بتشكل كل أفرع الجامعة بنشاطاتها المالية والإدارية والأكاديمية. فبالتالي لابد من استقلال الجامعة ومراجعة اللوائح دائمة وتحديثها والجري وراها علشان أقدر أوصل لجامعة صحيحة. لابد أن أنا ثانيا أن أنا أجد حلول سريعة وغير تقليدية للتحديات، لأن عندنا تحديات كتيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا، فلابد أن أنا أخد خطوات إسعافية للنهوض بها. تعالوا نشوف المحاور الأساسية هي إيه. أول محور العامل البشري. العامل البشري حقيقة أنا بقسمه لثلاث تقسيمات: هيئة تدريس وهيئة معاونة لأن هما كيان واحد، الطلاب العاملون. لو هاجي أخد كل كيان من دول لابد أن أنا أحسن الثلاث أضلع للعامل البشري وأوضعهم، لأن أعضاء هيئة التدريس إذا استقرت أمورهم المالية واستقرت أمورهم النفسية على طول هيبقى إنتاجهم للطالب إنتاج متميز، ويعود بالتالي على المجتمع بخريج في أحسن صوره ويقدر إن هو يوضع على المستوى العالمي ويحصل على وظيفة راقية ويقدر إن هو يحسن من مستواه الدائم.
لو جينا بصينا الاول محور الاساتذه واعضاء هيئه التدريس والزملاء ومعاونيهم، لابد من توفير نظام عادل يكفل. وانا قسمت البند ده حقيقي في رؤيتي الى قسمين، قسم خاص باعضاء التدريس وقسم للمعاونين اللي هم المعيدين والمدرسين المساعدين، لان حقيقي كل بند في دول محتاج شغل وشغل. يعني اعتقد لما زملائي يعني يلقوا نظر على الرؤيه بتاعتي ان شاء الله اللي ممكن هنوفرها على اليوتيوب او هنوفرها على مواقع الجامعه او من خلال المحاضرات والندوات اللي انا بلقيها ان شاء الله. فالشؤون الماليه، لان كل موقع من او كل محور من دول حقيقه عايز مش نص ساعه، عايز ساعات عشان نستفيد ونوضح الرؤيه اللي عند الواحد. اهم حاجه ان انا لابد اكفل عضو هيئه التدريس والعاملين بالجامعه حياه كريمه ولائقه وتتناسب مع المرتب برضو اللي المفروض ان هو يحصل عليه علشان يتفرغ للعمل في الجامعه ويتطور في البحث العلمي بتاعه. لابد برضو ان انا ابدا اعمل بالمشاركه مع الزملاء على اساس ان انا ابدا استفيد من الماليات والموارد بتاعه الجامعه اللي هنتكلم عنها باستفاضه في المحور بتاعتي. لابد اعطي فرصه للجميع في تولي المناصب الاداريه واثبات الذات. لابد نفعل جمعية الإسكان، ما يبقاش على قد بس الإسكان اللي تم في جامعة المنصورة ووقف عليها من عشرات السنين والشباب بيبحث عن طبعا سكن، فلابد من التوسع في هذا العمل. وبرضو الرعاية الصحية، احنا دلوقتي الرعاية الصحية بتشمل فقط أعضاء التدريس، إنما أبنائهم وأسرهم بتبقى بنسبة 50%، فأنا لا، أنا عايزة الرعاية الكاملة للأسرة ككل، بحيث انها تبقى تكفل كل الاسره، ابناء وزوجه وكمان اب وام اذا وجد، بحيث ان زي بقيه الجهات الخارجيه يقدر ان عضو هيئه التدريس يحس ان في استقرار امني وامان من الناحيه الصحيه. معاش عضو هيئه التدريس برضه لابد من اعاده النظر فيه، بحيث انه يكفل لاسرته بعد الوفاه معيشه كريمه، وبرضه ابناء الاستاذ فيما بعد برضه يعيشوا عيشه كريمه. فلابد ان احنا مش بس بوفاه عضو هيئه التدريس اتقطعت الصله بين الابناء وبين الجامعه، لان الاب او الام هتبقى شاركت بمجهوداتها فلابد تاخد حقها. استعاده الرونق الاكاديمي لعضو هيئه التدريس، بمعنى اعضاء التدريس حقيقي محتاجين تحسين اوضاعهم داخل الجامعه بحيث ان هم يركزوا على البحث. فاحيانا بيستهلكوا في الاداريات علشان يخلصوا سرعه إجراءاتهم، على سبيل المثال مثلا كبلوغ سن معاش، كعودة معارين من الخارج مثلا، أو في زيارات في الصيف. فأنا عايزة أعمل برنامج جديد اسمه الموظف الشامل. الموظف الشامل ده فايدته إنه مساعدة عضو هيئة التدريس ويتواجد من داخل الأقسام، بحيث إنه هو بيمتد، ملوش مكتب جوه القسم، لا ده هو متحرك، عامل متحرك ما بين الأقسام والإدارات المختلفة في الجامعة لتكملة أوراق أو استيفاء أوراق أو مساعدة عضو هيئة التدريس على إنجاز مهامه، بحيث يستقر عضو هيئة التدريس إلى بحثه العلمي وبالتالي تطوير موارد الجامعة. لابد من عقد اجتماعات دورية مع أعضاء التدريس بصفة مستمرة. تبسيط إجراءات وقواعد السفر برضو. أضطر طبعا أن أنا أجري في البنود دي برغم أن هي لها أهمية كبرى، ولكن المهم العائد الأساسي إن أنا ضروري أخفف الأعباء عن أعضاء التدريس سواء تدريسية أو بحثية علشان يركزوا إلى الإنتاج اللي هيعود على المجتمع ككل. بالنسبة للمدرسين المساعدين، أنا بفكر في إنشاء إدارة خاصة بيهم للمعيدين والمدرسين المساعدين، لأني لمست بنفسي معاناتهم ما بين الإدارتين، الدراسات العليا وإدارة الكادر العام، اللي هو برضو بيفضل المدرس رايح لإدارة الدراسات وهيئة التدريس وكادر عام فملوش صفة. فعشان كده بفكر جدي في إنشاء إدارة بحيث إن أنا أريحه في الآخر ويبقى مركز في عمله التعليمي اللي هو مفروض متطلب له. لابد من برضو دورات، وضروري من تنمية قدراتهم، بس ببرامج حسب طبيعة كل شخص وتخصصه، لان ده المفروض البرنامج واللغات طبعا بركز عليها، وهي حبذا اكتر من لغه في هذا المجال. لو هاجي ابص للطالب الجامعي اللي هو البنيان الكبير للمجتمع المصري بعد التخرج، فبدايه برضه هيبقى في دور مسؤول من رئيس الجامعه، نهايه طبعا بالمجتمع الجامعي ككل في المشاركه في تاهيل هذا الطالب. أول بند حطيته أسس القبول. أسس القبول دي جاية من الوزارة وجاية من الدولة، فلابد إنها مراجعتها ومراجعة نسبة الدعم والزيادة المتوقعة في أعداد الطلاب، بحيث إن أنا أقدر أوصل بالنسب الداخلة للجامعة للمعايير الأكاديمية العالمية، وعلى رأسها قضية التزايد الهائل في أعداد الطلاب. طبعا التزايد مستمر والموارد بتقل،
فلابد ان انا راعي الاصول العالميه، لان بتنص على ايه؟ بتقول ان لابد ان كل عدد سكاني في منطقه ما 2 مليون على سبيل المثال يبقى لهم جامعه، واحنا محافظه الدقهليه ما يقرب من 6 مليون غير المحافظات المجاوره اللي بيجي منها طلبه بيخشوا الجامعه، فبتؤدي في الاخر لتكدس، وبالتالي اعداد الجامعه بتبقى ضخمه جدا. فلابد البندين دول لهم دراسات، وانا عندي الاجابات لهم بان انا انشاء افرع وامتدادات للجامعه بحيث ان انا او جامعات اخرى وليده، وده التصور الثاني اللي هخش فيه فيما بعد. طبعا في برامج كتيرة للطلبة برضو عشان اقدر اغطي التسع محاور هضطر ان انا اجري فيها، ولكن اللي يهمني من هنا ان لابد ان الطالب ان هو يؤهل كويس باستاذ كويس، سواء في طرق التدريس، سواء في الكتاب اللي بيوصله، سواء في المناهج، سواء في الانشطة والرعاية الطلابية حتى المدن الجامعية، لابد من كل ده هيبقى بارلل ومتوازي في التحسين له. تحسين أوضاع طبعا العاملين بالجامعة، لابد من هيكلة الجهاز الإداري وهيكلة المباني الإدارية، وده برضو له نظم ورؤى، بحيث ان انا في الاخر ممكن ان انا اعيد تأهيل بعض الادارات على سبيل المثال، مثلا ان انا انشئ ادارة الاجتماعات والمؤتمرات، وتبقى دي يا اما تابعة لادارة العلاقات العامة او مستقلة، واشوف سيستم جديد بحيث ان انا افعل هذه الادوار وتبقى على مستوى الجامعة. إدارة زي ما قلت لشؤون المعيدين، إدارة للوافدين وتفعيلها لأن لهم مشاكل وأنا برضو لمستها بنفسي وأنا أستاذ في الكلية ومسؤول عنهم. المهم أن تبقى في الآخر بيئة مريحة للعمل لجميع المعاملين، من بينها على سبيل المثال برضو توفير خطوط أوتوبيس لنقل الموظفين والعاملين برضو سواء أعضاء تدريس أو معيدين، وده بالاتفاق طبعا مع المحافظة، وبرضو ليا رؤية شاملة في هذا المجال، وممكن كمان تبقى الرؤية تمتد إلى المحافظة وتخدم المجتمع في حينها بعد إن شاء الله إذا ربنا وفقني مع المحافظ المسؤول، نقدر إن احنا نحط إيدنا في إيد بعض ونقدر نوصل بتصور متكامل يحل مشاكل العاملين. ضروري استطلاعات رأي للعاملين. المحور الثاني الموارد المالية، وده من المحاور الهامة جدا للمجتمع الجامعي. المواجهة طبعا فيها تحدي كبير لأن الموازنة ضئيلة والموارد المالية المتاحة ضئيلة، فلابد أفعل سياسات تسويق الخدمات، وتسويق الخدمات ده على أساس أن أنا عندي على الأقل 80 وحدة ذات طابع خاص ومراكز، لابد أن أنا أبدأ أحط نقاط الضعف والقوة وأبدأ أشتغل على القوة. بحكم أن أنا عملت كمدير مركز لغة إنجليزية في الجامعة لمدة 5 سنوات، عرفت بالضبط مشاكلها، بعض اللوائح عايزة تعديلات، الموارد والأماكن اقدر ان انا اطلع منها منتج يدخل لي عائد للجامعه اقدر اعيده تاني وتدويره بعد بس صرف بسيط جدا من موارد الجامعه البسيطه، اقدر ان انا اظبطها من موارد الوحدات ذات الطابع الخاص بحيث في الاخر تعيد تاهيلها مره تانيه وتطلع لي حصيله ماليه تغطي بعد كده زياده مرتبات العاملين في الجامعه جميعا. منها برضو مطبعه الجامعه ممكن تبقى دار نشر واقدر افيد بيها كمورد من الموارد. وفي فكرة هقولها في الآخر برضو هتدخل مورد إن شاء الله واستفيد بكل كيان العاملين في الجامعة، واعتقد ممكن تبني هذه الصورة بطريقة مطورة زي مثلا الشراكة مع الصناعة. الشراكة مع الصناعة ده بند كبير جدا ولعبت عليه حقيقة دول كبيرة زي الهند حاليا وتقدمت بسببها وماليزيا، فالتجارب بتاعتهم تجارب فريدة وبسيطة جدا وممكن نحن نستفيد بيها لتنمية موارد الجامعة. فبقى استفدت من الأستاذ واستفدت من الطالب لأنه هو هيبقى الأيدي العاملة اللي موجودة معي. مصادر التمويل برضو ممكن تخش في الروافد الطبيعية بتاعتها، وعلى سبيل المثال كلية الزراعة. كلية الزراعة ممكن أن أنا استفيد بيها بأن هي تبقى مصدر دخل رائع للجامعة، بس أمد إيدي لإيد أعضاء التدريس بتوفير الإمكانيات البسيطة اللي هم أوريدي عملوا دراسات بيها وحتى الآن لم تستغل الاستغلال الأمثل، فأقدر أن أنا أغطي بها أولا كموارد أن أنا أحسن أوضاع هيئة التدريس والعاملين بفتح منافذ لإنتاج اللحوم، لإنتاج البيض، لإنتاج الألبان، لإنتاج الفواكه، لإنتاج حاجات كثيرة جدا، وأستصلح أراضي، أخد من الدولة أراضي أقدر أشغل فيها الخريجين، وكمان بمساعدة الطلاب كتدريب عملي أثناء فترة تواجدهم، وبالتالي يرجع الطالب بتاع كلية الزراعة ينتمي كليته، ما يبقاش بيبقى طارد زي ما حصل في السنوات الأخيرة. بالعكس احنا عايزين نرجع مصر دولة صناعية زراعية.
كل الاستثمارات دي ممكن استثمر المنشآت الجامعية، ممكن استفيد بالمراكز زي ما قلت، ممكن اعمل صيغة للتعاون المشترك بين الجامعات والادارات الحكومية كمستشارين، وانا اللي اعمل الاتفاقات كجامعة بحيث ان الدولة والمحافظة تستفيد بيها واقدر اعتبرها عائد مالي لتحسين اوضاع هيئة التدريس بامتداد بيوم او يومين لهذه الجهات لتحسين اوضاعهم الداخلية في الجهات دي، وفي نفس الوقت تعود على الجامعة بربح. برضو نقدر نقول في آليات عموما لمشروعات الاستثمار المستقبلية زي ما شفت في بعض الجامعات الأمريكية بيسموها سبين إن، بحيث ان الأساتذة من جوه ممكن يخلقوا شركات داخلية، الشركة الداخلية دي تعود باستثمار للجامعة وتعود باستثمار للمجتمع الخارجي برضو باستخدام الطلبة والخريجين، فأقدر ان انا ابني بعض الحاجات اللي هي تم استغلالها. زي ما قلت على سبيل المثال ممكن ان احنا ناخد مثلا بعض الافكار البسيطه مثلا زي الايباد مثلا، النهارده في ايدكم معظم الناس اللي هم يعني قدروا يشتروها، احنا نقدر ناخد منتج واحد منها ناخدها نو هاو وبعد كده نفتحها ونقدر نطورها بتكنيك بسيط من كليه الحاسبات والمعلومات والهندسه واحطهم ايديهم في ايدين بعض، اقدر اوصل لمنتج بسيط واقدر ان انا اعمل له سيلينج بعد كده وبيع واخراج للمجتمع في صوره جميله. الإدارة زي ما اتكلمت بسرعة الموظف الشامل ده يهمني قوي، طبعا ضروري ان انا ادرس كل التظلمات واحتياجات العاملين في الجامعة، ثم بعد كده اعمل جدول زمني لتحسينها الى جانب اللقاءات الدورية، الى جانب طبعا اعادة الاداء بالارشيف بتاع الجامعة، ليكون ذاكرة الجامعة لابد انها تكون ذاكرة الكترونية، تكون فيها داتا بيز موحد اقدر ان انا اعتمد عليه واسترجعه في اي وقت، وفي نفس الوقت اقدر استغله كمورد للجامعه. لما اعمل داتا بيز على سبيل المثال مثلا لبعض مثلا الشركات اخد منهم الشغل بتاعهم وانا اظبطه وارجع تاني اخرجه، او اعمل احصائيات كليه الاداب تخرج للمجتمع تعمل احصائيات واصبح عندي داتا بيز تقدر بعد كده تخرج البرودكت او المنتج بتاعها ده للبيع بحيث ان انا بعد كده استفيده كموارد للجامعه. لان على سبيل المثال حبيت اعمل برنامج اللي هي الكيمياء الصناعيه، حبيت اعرف ايه المصانع او ايه الصناعات او وجدت ان الداتا بيز مفقوده، طب ما هي ممكن كليه من الكليات تعمل للطلبه كحاجه تدريبيه يجمعوا هم من الصناعه هذا الشيء او المعلومات دي، جمعها لي داتا بيز اقدر ان انا بعد كده انا اللي ابيعها للصناعه لما يحبوا ياخدوا مني اي معلومات متكامله على اي صناعه من الصناعات او العامل البشري الموجود فيها او اللي حاصلين على الدكتوراه فيها بحيث تبقى متكامله. المحور الرابع فرع دمياط، المحور ده حقيقي انا بعتبره من المحاور الهامه جدا، واعتقد من اهمها على الاطلاق ان احنا لابد اننا نقعد معاهم باعداد دوريه وان انا احسن واسرع بيه استقلالهم كجامعه، وبالتالي ابقى حليت ازمه برضو التجدس الطلابي. نتيجة الوقت طبعا انا اضطر ان انا اسرع شوية لان فعلا مجبرة ان انا اقعد وقت ضئيل، ولكن انا عندي التوسع الامتداد العمراني كمحور خامس لابد ان يكون في ديناميكية على سبيل ان انا اعمل مدينة التميز في جمصة، دي هتبقى فيها بعض الكليات المتخصصة بحيث ان هي تفيد وتستفيد، يعني لو مثلا هخلق كلية زراعة مثلا يبقى حاجات متميزة في الزراعة واستخدام الميكانة الحديثة بحيث ان تصلح لي الاراضي الجديدة اللي هي الامتداد الظهيري بتاع المحافظة، واقدر ان انا تبقى منتج يعود بالخير على العاملين في الجامعة وثم المجتمع بعد كده. المحور السادس الدراسات العليا والبحث العلمي، وده على رأس الموضوعات لاني ممكن برضو اعمل كلية متميزة على سبيل المثال وتخرج لي علماء واكاديميين ومهنيين متميزين، ونقدر نخلق على سبيل المثال كلية مثلا متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، كلية متخصصة مثلا في المواد والسبائك الجديدة، النانو تكنولوجي، أقدر أعمل دول ونقدر نستثمره وتبقى نواة لجامعة جديدة امتدادية برضو في مدينة جمصة أو على الأخص 15 كمدينة يعني حديثة ولها وضع وكيان على الخريطة. لابد من التنافسية العالمية طبعا في النشر وتطوير النشر، وكل ده برضو له بنوده نقدر نتكلم بيه في استفاضة في لقاء آخر. المحور السابع اللي هو المشاركة المجتمعية، واعتقد في أثناء كلامي دايما بقول انه هيخدم المجتمع بأي حاجة هتعود من الدراسات اللي احنا نعملها بحيث ان انا اكسر العزلة اللي تحيط بالجامعة وبالمحيط المجتمع الخارجي بالتفاعل معاه والبيئة المحيطة بيها، سواء بعمل دراسات اجتماعية او طبية او صناعية او بيئية،
حاجه تكون متشامله من خلال قواعد البيانات اللي انا هستخدمها، وتكون مساهمه ليا كدخل مالي وكمان كاسهام للنشاط المجتمعي والتعرف على الخدمات. الخدمات والوحدات ذات الطابع الخاص لابد ان هي يكون لها دور كبير تنموي وتنميه مستدامه للمجتمع، بحيث يخدم المجتمع الجامعي ثم المجتمع المحيط بالجامعه ويمتد للمحافظات المجاوره زي ما احنا عارفين. من المشاريع المهمه قوي زي ما قلت لحضرتكم، في مشروع انا بعتبره من اهم الافكار او المشاكل اللي انا لاحظتها، اللي هي مشاكل على سبيل المثال غياب اليه لتقييم كفاءه ابتدائي التدريس، لابد وضع تصور. ضعف موارد الجامعه واتكلمنا بيها، معاناه الطلاب من الايقاع الموحد، كل دي مشاكل. عدم مكافاه الاداء المتميز، المكافاه الصحيحه، تكدس الطلاب في المدرجات، انا جمعتهم كخلاصه، ولكن المفروض ان انا على سبيل المثال عشان اقدر احدد هذا الفكر واقدر اشتغل عليهم، لابد ان انا اضرب كذا عصفور بحجر واحد. ان انا لما هاخد كل البنود اللي هي متفرقه دي بمشاكل وتحديات، وابدا استفيد من الامكانيات البشريه والتقنيه الحديثه اللي هي في مكان زي اللي انا موجود فيه النهارده. على سبيل المثال فكره بسيطه جدا، باني بستثمر ان انا اشتري مجموعه كاميرات رقميه، وتكون نوال مشروع بسيط تفصيله هيديني ان بمنتهى البساطه ان هكلف فريق من العاملين والموظفين الجامعيين اللي هم الولاد ولادنا الشباب، ان هم يبداوا يسجلوا المحاضرات، ويسجلوا مثلا الساده الاساتذه اللي جاهزين ببعض البرامج اللي هي بيدرسوها لطلابنا، وبالتنسيق برضو مع جداول التدريس نقدر ان احنا نعمل منتج حضاري للمقررات الالكترونيه اللي احنا اوريدي بدانا فيها. بس انا عايزه اطور الفكره بحيث ان انا هيبقى عندي عشان الطالب يشاهد هذه المحاضرات لابد يبقى في عائد مالي. العائد المالي عباره عن ايه؟ ممكن هقسمه على ثلاث خيارات. اول خيار هيبقى مقابل اشتراك سنوي يتيح لهم كامل المكتبه التسجيلات اللي تمت داخل الجامعه. ممكن يكون في حدود مثلا سعر هنتفق عليه، ويبقى سعر برضو مش فظيع علشان المهم يدخل في الجامعة في نهاية السنة مبلغ أقدر يرجع بالعائد الخير على الجامعة ومصدر للتمويل. فيبقى أنا أقدر أدخل الطالب باشتراك سنوي مثلا نقول مبلغ 200 جنيه مثلا، 200 جنيه لو ضربناهم في 10,000 طالب هيخشوا في هذه المساهمة، دخلنا ب 2 مليون جنيه دخل للجامعة من بند واحد بس. مقابل برضو حاجة تانية، مش افرض الطالب مش عايز يخش باشتراك سنوي، ممكن اعمل كارت خدش. الكارت ده يتيح للطالب الدخول ومشاهدة عدد معين من المحاضرات. ما دخلش ثلاث محاضرات يبقى بكارت الخدش ده هيدفع سي مثلا مبلغ 15 جنيه او 5 جنيه او 10 جنيه زي ما هنتفق. يبقى برضو هتبقى عائد داخل. ممكن يكون مجاني، امتى؟ عشان امنع التكدس في الكليات اللي بتبقى عددها كبير، وخصوصا ان احنا في تزايد مستمر. يبقى الطالب يروح المعامل الحاسبات اللي عنده في كلياته، ودي موجوده ومجهزه دلوقتي طبقا للجوده والاعتماد، فاحنا المفروض ان معظم كليات الجامعه كفرد بمعامل الحاسبات معامل الحاسوب. فالطالب يقعد في الموقع بتاعه ويفتح ويخش على المقرر ويسمع المحاضره بتاعته، وبالتالي اعالج هذه المشكله. بكده اقدر اقول يعني الى حد كبير اقدر ادخل دخل الجامعه من مشاريع كبيره ومشاريع بسيطه في وتخدم في الاخر برضو الطلبه والمجتمع. المحور الثامن والتاسع اللي هو تطوير الاداء وضمان الجوده، حقيقي احنا شغالين فيهم وبس محتاجين بعض التنقيح، لان نتيجه المجهودات اللي هتبذل والرؤى اللي انا قلتها في عجاله قوي، وانا متاكده ان انا ما ذكرتهاش بالصوره اللي انا راضي عنها لان الوقت ضيق جدا. فاعتقد ان بتحسن اوضاع هيئه التدريس والعاملين، وبتحسن البحث العلمي والافكار الجديده الحديثه اللي اشتغلت عليها الهند وماليزيا ودول اخرى، او بافكارنا احنا، وده اوريدي موجود وانا هعمله كبنك معلومات في اول قعده، استبيانات على جميع المستويات تلخيصها وخلاصتها بالافكار الجديده نقدر ان احنا نفرزها عن طريق مجموعه شبابيه، واقدر في الاخر ان انا اطلع بالكونكلوجن او الـ 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 الخطوات اللي هتزيد على خطواتي، بحيث ان انا في الاخر استفيد بكل الافكار سواء من الخبرات كاساتذه او من طلابنا الشبابيه، واقدر ان انا اوصل بالجوده ثم العالميه ان شاء الله. واخيرا أملنا في المرحلة المقبلة حقيقة تحديات كبيرة، وأملي أن نكون أكبر من هذه التحديات، ومش ممكن هنجح بمفردي، ولكن نجاحي موقوف على مشاركة المجتمع الجامعي كله والمجتمع الخارجي إن شاء الله.
واكيد ان ربنا هيبقى معايا في هذا، لان طبعا طول ما الانسان عنده طموح اكيد ان الانسان هيوصل الى غرضه او جزء من غرضه حسب الامكانيات اللي هيسعى اليها بالتاكيد ويزودها لصالح الجامعه. وعموما علشان اقدر اقول عشان نخش ساحه المنافسه على المستوى العالمي لابد نرجع للمبدا اللي انا اخترته، هيا بنا نبدا معا ونسلك الطريق الى العالميه، والله ولي من يصلح واصلح واصلح من يتولى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.